سوق عكاظ كما ترون حي في هذا اليوم في عام 2015-1436. شوفوا مسيرة، يمثلون مسيرة القبائل والوفود التي تأتي رافعة راياتها، فإعادة للتمثيل بشكل شبيه جدا بما كان يحدث في الماضي البعيد. أيضا من الامتداد للنسيج هنا نرى وش اسمك أختي؟ هند الجريد من الجوف، سمعت باسمك، مشهورة ما شاء الله عليك. انظروا هذا النسيج وهذه الحياكة، وتستخدمين ألوان رائعة. أيضا هذه المغزل والتغزالة أيضا تستخدمينها؟ عشان نفش الصوف، نفش الصوف من الشوارع. شوفوا في مسامير تنفش الصوف، تطلع المادة الناعمة بالصوف، صح؟ تنزل الشوائب ثم تعمل الكرة، تسمينها منفاشة، صح؟ تنفشين به هند، تنفشين به الصوف علشان تطلع المادة اللي داخل صوف الحيوان، هي ناعمة. قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا الله، تتفتت الجبال يوم القيامة فتساوي الأرض، فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. رائعة. هذا أيضا كتابة القصيدة العربية هذه من عملك؟ يا الله، يعني مو بس كتابة بالجلد. الصوف الطبيعي هذا، صوف الغنم، صوف غنم، أي بدون أي إضافات أي ألوان. إذا أنت غلبتي العرب قديما، العرب قديما كانوا يكتبون على الجلود، أنت الآن عملتي بالسدو، يعني حكتي حياك يا الشعر. هذا شيء حديث اللي هو التطريز. التطريز والحفاظ على تراثنا اللي هو السدو والصوف الطبيعي. طيب ما ودك تكتبين معلقة امرأة القيس لو أحد يطلبها منك؟ أبد، كل شيء أسوي. رائع، المفروض والله أنا إن شاء الله بطلبها منك، بناخذ رقمك. طيب في أحد من أولادك تدربينه على العمل الرائع ده؟ ما جت معك؟ وهذا الألوان هذه كيف جبتيها الألوان الرائعة؟ ألوان طبيعية، وفي هذا اللون لا أنا صابغت هذا اللون. هذا لون طبيعي، هذا من الألوان طبيعية. هذه إبل، هذا وبر. أي وبر إبل، وهذا لا مصبوغ. بس هذا، أما هذا من كل الألوان طبيعية. صدقين أخت هند، هذا أجمل ما رأيت، يعني أجمل حياكة رأيتها. هل شاركتي برا المملكة؟ أول ما شاء الله ما شاء الله. طيب في أحد من غير بناتك تدربينهم على العمل؟ إي كان مع السياحة، فيها تدريب مشرفات الاقتصاد، دربنا 45 واحدة منهم في الرياض. إن شاء الله بنتي إذا كبرت بجيب الدربينة إن شاء الله. طيب وش فيه ثاني؟ فيه اللوحات، الأعمال الرائعة اللي تقوم بها هند، اللوحات والهدايا التذكارية تعملها بيده. وين الشركات؟ هذه أعظم من أي هدية تجاب من الهند ومن الصين وتهدى، وهي ليست من تراث بلادنا. انظروا كيف جمال هذه اللوحات الرائعة التي من عملنا ومن كنوز الطبيعة لدينا.